بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي ولا في مالي ولا في أهلي، وسهل علي ما استثقلته نفسي. يا رب، بهالنهار اجتمعنا كلنا لنصلي، اجتمعنا من كل الأديان والطوائف لنصلي من أجل الإنسانية. اللهم إني توكلت عليك فأعني، ووفقني واجبر خاطري جبراً أنت وليه. يا رب، أنت اللي قلت لنا اطلبوا تجدوا، اسألوا تعطوا، اقرعوا يفتح لكم. اليوم منطلب منك إنه ترحم شعبك، ساعدنا لحتى نتخطى هالمرحلة. اللهم لا تمكن المرض والبلاء منا ومن أهلنا. اللهم إن هذا المرض هو جند من جنودك، وأنت وحدك القادر على رفعه عنا برحمة وعفو منك يا عفو يا رحيم. احمينا يا رب واشفي المرضى، وساعد كل إنسان اليوم بحاجة لصلاة. إيماننا كبير فيك، أنت القادر على كل شيء. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا مريم يا أم الكل، أولادك اليوم بحاجة لألك، اطلعي فينا. اليوم كلنا عم نصلي، مجتمعين عم نصلي بشفاعتك يا عذراء. اليوم منسأل الله أنه يخفف وطأة وباء كورونا على البشرية بشفاعتك يا عذراء. اليوم منطلب من الله يتحنن علينا ويرشدنا ويقوينا بهالمرحلة، لحتى دايما نكون عم نتصرف بحكمة وبحسب كلمته. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، واصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماوات والأرض، الرب رعية فلا يعوزني شيء. شكرا يا رب. إليك يا رب نصلي.
اسعد قلبك.